نشوف برضو هذا مضارب شقردي متعوب صراحة، سيدهم كلهم المضارب حقهم أحسن من حق الأهلي، وأحسن من حق في الصعود، وأحسن من حق الجزيرة تكافل. هذا دائما سبحان الله إذا اشتهى القطاع اشتغل التكافلي، دائما نلاقي إنه هذا السهم على قول على المثل اللي يقول اشتري مضارب ولا تشتري سهم، يخرب مطنه دائما. يعني سلوكه جميل في عملية الصعود، وتلاقيه دائما قلبه جامد يعني في الحركة. طيب شوفوا الآن، ترى هو برضو الأفندي ده لما نزل، ترى نزل من منطقة مستحقة، عجز عن اختراقها. شوفوا هنا عندنا ترند، بارك الله فيكم، شوفوا هذا في ترند، هنا في ترند كان من قمة 2014 مرورا بقمة 2015، وصل هنا ساب تكافل ولف الطارة، جاب قمتين متجاورتين ولف الطارة. ولو جينا سحبنا له فيبو من هذه القمة حقت 2014 إلين قاعنا اللي سجلناه في كورونا 11 ريال و72 هللة، شوفوا نزل من 54 ريال. برضو شوف ما قدر يتخطى المقاومة الاستراتيجية اللي كانت عند 37.85، قول أجبر الكسر 38، هو وصل 38.30، من 38.30 اليوم السهم يتداول عند 31.90، قاع شهر أغسطس 30.70. شوف الله أكبر، وهذا القاع هنا شوف، يعني لو نزلنا عنده نو بروبلم، هذا أهم دعم، وهذا الخط الأحمر الآن تقريبا تقدر تعتبر إنه هذه المستويات قد تكون هي من أهم الدعوم الاستراتيجية الآن في ساب تكافل. لا والله كمان تقدر تجبرها بمتوسط 100، وتقدر تجبرها بالنسبة الذهبية. لكن تعالوا شوفوا الآن، هو الآن فين واقف؟ هو واقف عند خط عرضي، هذا الخط يقرأ تقريبا بحدود 32.10 31.60، هذه كلها مستويات والله مليان دعومين. المهم زي موضوع الجزيرة تكافل كاسر 50 فيبو، ايه وهذا عنده 50 فيبو 32.86 و33.60، وعندنا هنا 34.5. والله هذا يبغى له يخترق 34.5، ايوه يعني تقريبا من 33.60 34.5 عشان يرجع يكشف الترند ويكشف النسبة الذهبية. جالس يلعب الأفندي الآن، حافظ على الإغلاق الشهري عند هذا الدعم، أحد الخطوط العرضية عند مستوى 32.10، هو نازل تحته 20 هلل. ثباته فوق 32.10 من أهم مقاوماته، 32.86 33.60 ثم 34 ريال اقتحام الأخيرة، يعني ريالين وعشرة هللات. هنا يبدأ الشمنكحل في ساب تكافل وعكس الاتجاه، ممكن يطلع ساب تكافل من هنا باختراق 34، يبحث عن 37 إلى 38 ريال في هذا المستوى، أو 37.85 زي ما أنتم شايفين في هذه المنطقة. هذا إذا حصل ارتداد أو حبي غار من الأهلي، لو اخترق أو شيء من هذا القبيل. تمام، هذا بالنسبة لساب تكافل. والله الترند كده يا عم، كده الترند. أنا إيش بيه نزلته تحت شوي، والله هذا الترند عند 40 ريال، 40 الترند هذا عند 40، وهذا الخط العرضي يقرأ عند مستوى 38.90 40،
40 تريد، وهنا كلها خطوط، كلها دعوم، كلها دعوم يعني. طيب لو قلبنا على اليومي، أفا شايفين، الله أكبر، طلعت ال 32 متوسط ال 200 كاسره ومقفل تحته يوم الخميس. طيب كيف نتعامل مع هذا السهم؟ نحن شايفين الأسوأ إنه ياخذنا 37.80 ومتوسط ال 100، هذا أقوى دعم على الإطلاق استراتيجيا، هذا سيكون أقوى دعم على الإطلاق استراتيجيا. لذلك نحن نقول الآن قاع شهر 8 30.70، هذا ما هو لعبة، ده هذا لو كسرناه حنقعد ينخر في العظم إلى نشوف، يا يرجع من ده يا يرجع من ده، وهذا حيكون نبغى نحسب حسابه قد يكون الأسوأ. طيب لو ثبت فوق 32.10 زي ما قلنا، لا ممكن يبدأ يتحرك 32.80 33.60 إلى 34. شوف ال 34 شايفين اللي نقول عليها تؤدي إلى اختراق الترند وتؤدي إلى اختراق المتوسطات كلها، هذا لازم يثبت فوق 32 اليومين دي عشان نعرف إنه الأفندي رايح. طيب لو جيت أنا كمان هنا من هذه القمة إلى هذه القمة بعدين أفا، والله بيلعب لعبة بايخ. شوف حتى هذه قناة، خلينا نشوف الدور الثاني معقول يكون هنا الدور الثاني. الله أكبر الله أكبر، فعلا شوفوا الآن هذا يبغانا ننتبه له، ده هذا لازم يكون فوق ال 32.10. ليش؟ لو كان فوق ال 32.10 هذا قاعد يستعد يرجع يا شباب، هذا قاعد يستعد يرجع وحيدور زي ما قلت لكم على المقاومات هذه وأهمها 34. أما بهذا الشكل عودة فكسر قاع شهر 8، هذه كلها مطبات، لكن شوفوا قاع القناة الثانية فين حيكون أبعاد الدور الثاني، عند اللي شفناه على الشهري 27.80 تقريبا، قريب 28. فهذا وضعه شوية ملغفص زي الجزيرة تكافل الآن. طيب لو رسمنا له ترند هابط كده، الله أكبر، شايفين هذا قريب جدا من إنه يخترق، فلو تجاوز 32.40 اخترق الترند الهابط الفرعي هذا داخل القناة ورجع فوق منتصف القناة وصارت أموره زي العسل مبدئيا. أما إذا استمر في المسار الهابط فلو جينا كمان سوينا له خط ثاني موازي لهذه القناة الهابطة، في من وراها حتى 30، أقل من 30، يعني العملية حتخرب. خلينا على مبدأ القناة حقت الأدوار الأولى، لأنه أعتقد أنه نفس الفكرة اللي نحن قاعدين نتكلم عليها. أنا عارف أني طولت كثير، ولكن إن شاء الله في الإعادة إفادة وفي التطويل فائدة عشان الناس تستوعب هدول المضاربين ماذا يفعلون بأسهمهم. أحيانا موقع السهم ترى بيلعب دور كبير على نفسية المتعاملين مع السهم، وأحيانا معرفتك لأبعاد لعبة المضاربة السيئة فين تكون حدودها قد تساعدك في عملية أن تنتقي الوقت المناسب وأن تنتقي فرصة التعديل اللي تكون أكثر إغراء وأكثر أهمية إذا لف الطار السهم، عشان تعرف مصداقية اللفة دي من حيث الموقع، عشان تكون انت بدل ما تفكر تحت تبدأ تقول شوف والله اخترق الميتين بدأ يعكس، خليني أطقطق على الثلاثة وثلاثين ستين أربعة وثلاثين.